برنامج ولا للشايب ولا مقدم برنامج الواقع يعني المفروض ما يتعداك يا ابو راشد. عطنا لسان يا الحبيب، واحد لسان مصلحه والعين تعطيها يا اخوي. يلا تسعدهم وتعافيهم. العين عطى ابو محمد انه يعطينا عين دايم. الله توفقهم والله ما شاء الله. والله دي يبغى لها تصوير يا ابو صالح ما شاء الله. وش هالزين يا سلام. هذه الحمه ماخذها من مديركم طباخكم من ملحمه في وش اعطونا الكاميرا هنا. السلام سعره مناسب ما شاء الله. هذه الحمه حاجي انا وفي عطاء اسمها ملحمه شعاع. شعاع شعاع هنا وش حاشي اليوم ذا؟ هذا لو المخرج يجيب الكاميرا عليهم. انا بجيب على الجوال ما شاء الله تبارك الله وما شاء الله سكرنج مكان ملام. ويتعهد يقول يقول طبعا المنسق حق اسمه حماده. اكيد صوروا الكرت ابو عزيز خليه ينزلونه في الشاشه. اي يستاهلون. هرئني اني مكان مكان انت اني انت هرئني انت اندونيسيا انت يعني جمال البعير زي كذا. اي انت اسمها انت. اي شايف ابو عبد العزيز مقفل على الكاميرات كعادتك كعادتك. مويه ما ادري ايش اسوي له. مويه تعال كذا انت لو تدخل منه ابو عبد العزيز الله يسلم ما شاء الله. يسلموا ابو صالح ربنا يخليك على راسي. اخلينا ابو محمد انت فهم الصلصه الله يكبر جراء لان النفق ما يخرب اللوك واللوكيشن اليوم هو شوف اقول خلي ابو محمد ترى رجال مبروك ذا والله في الطب والله والله تعال 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 بس ابو العين انت تعال 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 ابيك تعال 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 اطبخنا. وش شغال جوال على جوالك 24 ساعه الله يصبرنا عليك. خلنا نشارك ونبارك. تعجبني يا ابو صالح. نشارك ونبارك يا سلام. صالح سمك ابو صالح مديرنا طباخنا اليوم يا سلام. اي والله يا سلام عاشو الحركه كم مديرنا طباخنا اليوم يلا عسى الكاميرا تدخل داخل والله اللحن اللي ضارب له في عمود. اي والله حلو لكن منك مديرنا طباخ خليني اعقبك يا اخوي. عطني خليها تبارك حاول تدخل ما تعرف ابو صالح تبارك بس تبارك ببركه ما شاء الله. اوه يا ولد يا ولد يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ابو صالح وش ابرك من الطبخ كلكم ان شاء الله. يا ليل يا ليل يا كل يشارك كان القبر يا ابو صالح كل كل يشارك تعجبني ابو صالح ما شاء الله دايم مشاركاته جميله الاجر ان شاء الله. ابو محمد اليوم قافله معه العاده في الطبخ يتنشنش و ايش رايك بدي ابو صالح عنده تجارات. ها هذه لك كل الزمان يا اخوي. اي والله هذه لك هذه لك كل الزمان. ايوه ايوه يا ثقلها ثقلها لا واحد واحد يشيلها ما شاء الله. هذا شفت عند الطباخ هذا ستانستير اللي برا الله ولا تحترق ولا تسوي شيء ولا حاره بخاري بخاري الله الله الحين ايش بتسوي؟ شوف ما يفتح الغطا كذا ويصرف يحط خيشه يحط خيشه فوق. اقول لك كمال وجمال ما شاء الله تبارك لا اليوم عليك ابو صالح وبكره عليك. طيب وش معلش عطنا عاشي لبان. اي عطنا الشرح وش بتطبخ اليوم ابو صالح؟ ما شاء الله كبسه. ايوه كبسه اول شيء الحين اللحم داخل الحين بزين الله الله يفرجها امين من اشتغل الله يفرجها. سوي قول النية كبسه سوي دعاء النية كبسه النية كبسه ما ادري ايش راح تقول الحين اخر شيء تطلع عند امي. يلا تعافيك وتيسر امره. طيب الحين طبخت اللحم بعدين يلا من نياك هلا تعوق رز عليهم الا ان استوت اللحم حطينا الملح كب 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 روح لا تسال على جوالك بطيح جوالك قبل اللحم. ولحم الجمل ترى صحي يا اخوان. اي نعم صحيح حتى بعض جت مقطعك اليوم قالوا اذا ما عندك لحم بحري ترى اللحم الجمل زي اللحم البحري بالصحه. طيب الكوليسترول هذه هذه ننقلها عن ابو ابراهيم ننقلها لابو محمد. ابو محمد ابو محمد يعني ابو محمد نتكلم له هالمود. ايه انقلها لابو محمد. ايوه ايه في وعبد العزيز محمد شارك. خلفك بالضبط كاميرا لازم تعرف اماكن الكاميرا عشان تتحرك. نبغى نسمع عن فوائد عن لحم الجمل. ايه لحم الجمل اللي نطبخه الان هل هو يحل محل يكفي افضل من الغنم من البقر ودنا تعطينا هالفائده ابو محمد على الاقل نشغلك عن هالجوال. كل شيء
نتمنى نطلع المويه ونخلي الرز في قدرها. هذه خاصي منها بس الجمل مدري بالذات الجمل من ياخذها انت تدري يا ابو صالح مدري ها وحزام عشان الصوت ما يدخل ابو محمد يتكلم عن فوائد لحم الابل زين اي يحبي لك الله يجزاك خير لا لحمه ولا شحمه ايه حلو ممتاز يعني لحمه الجمل تختلف عن لحوم الحيوانات الاخرى كذلك الشحم يختلف عن شحوم الحيوانات الاخرى شحم الابل ولحمها مميز ب عبد العزيز الكاميرا والله شغلوني فيك شفت الكاميرا هذه ما تجيب هذا عرفت شلون ايوه شفت شلون ما يقدر يشوفونك انت موقعك سكر تعال من هناك يقول لك مخرج يقول شوف لك اخو شو اسوي له اخو المدير شو اسوي له حي سمع ابو شوف الحل مدير واخوه جنب بعض انا شو اسوي يفصلوني بكره بعد قاعدوا سووا تبون قاطعنا ابو محمد اسفين والله تفضل ابو محمد نرجع لان لحم الابل يختلف عن لحم الحيوانات الاخرى ايه ممتاز تركيبته اللي الله سبحانه وتعالى قال افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت الله نظره الى كيف خلقت مو على شكلها في فقط انما على محتواها وتكوينها